بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عاشر كواكي بقول طبانية السقالات كمدة من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب فضل بناء المساجد والحث عليها. عباب هاي فضل أيليد هاي أجرك مساجد إلى الرسو يا عرب انت لسكو عربيي شرعي انه كبوريه امه مسلم كا اني مساجد دشتا. تنبيه انت ان عشر كجلين عشر كي لحي طبنات مركين سو مرين حديث جابر اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. عن سوش ان حديث جابر مداره انه على هشيم ابن بشير السلمي مدار كاس وحن وجدنا وكتب السته. حديث جابر في الكتب الستة دكوية مادو ومداره على هشيم، إما مطلق ماها حافظكم السيدة سويل. هذا حدثني هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى التستري قال لا بدأ إمام محيدة هذه. حدثنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني عمرو يعني ابن الحارث المصري أن بكيرا يعني ابن عبد الله بن الأشج حدثه حوشي بكير عمرو حوشي أن عاصم ابن عمر ابن قتادة حدثه وأصحابه عفوا عمر بن قتادة وحوي تابعي تابعي عاصم نوى تابعي بكير نوى تابعي أنه الأنصاري عمر بن قتادة الأنصاري سوى أنصاري حدثه حوشي أرضي سب بكيرة أنه سمع أنه مقلي عبيد الله سمع عبيد الله بن مقلي ابن الأسود الخولاني عبيد الله بن الأسود الخولاني يذكر أسوق الشيغية أنه سمع إنه مقلي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عند قول الناس فيه تدخل مركي كهالله عند قول الناس أي كلام الناس مسلمين تتابعين تصحابة مركي كهالله فيه أي في عثمان عثمان بي كهالله قرمي كهالله يحقوا أيقون سدين فالكيسة حين وقت بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مركو لسي مساجد النبي سنة كسودان هذه هجرادة سودان كهجرادة مكي لما ريي يا مسجد كي صبنا عليه الصلاة والسلام هو أساسي ولسي يسحابي عثمان بن عفان ها اسكو دينو بلاريو او وينيو او دسمي سنة رجح كدقو او قرحيو ساسو دمعي دل بضم مركو قنصوي لمساجد كسيسة كدا هي أدي يقابك صوبنه كؤجا كدا وحبها كبدلي تيب على جه الله هي عند قول الناس أي كلام الناس فيه في أمر عثمان أو قصاب سنة باسمها مسجدك يبلارين تيسا مسجد سلود دين مسوى الله بلار حين بنا هنا وحوي حين أراد بناء مسجد الرسول الله مركو لسي ماءها ومركو دوني إنه لسلو قربين صوم الرأي ومن باب إطلاق الفعل يدو اللوجوده وإرادة الإرادة بضم بيد هذا حين بنى أي حين أراد بناء مسجد الرسول وتجديد عسبونيسين يضيع تريد يبلارين به صحابي وكربين ماهين لسمع عصب وحور مركي عثمان إنكم مسلمين قد أكثرتم هذا الكواد بديسين هذا الكواد بديسين مسألك محاضرة كربتها مسألك سيزة كدا لو ربهنا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان ما رسول كلا يقول له من بنى مسجدا لله قبل سجوده مسجد هدي لا يداه وسيد الله أخريه وحبك لقى سجوده حبك قل لي سوى مسجدك وجهك قعمها لبدل لو جلبها فرها لغها هوسي هنا أنا مسجدا وقبت لقلت كني مكانك من بنى مسجدا ما اللي قوس جوده إلهي اللي قوس عبد روحه لله إلهي درت إلهي أقدسه تعالى كره قال أبوك روحه حسبت حنفليا أنه عاصم قال إنه يجري يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة بكير يا وحكش كسنة جملة أنت بي مليه سبضنا مركح وبدنا إن الجملة سدعة طيب وأنا صح رواية كبرن بضن كود من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أبدايين لكن رواية بكير باسدا كتمات قال بكير وحور على الأشج ابن عبد الله الأشج حسبت أيضا أنت
وحان فيليا أنه قال أنه عاصم أرض شيخيسي عاصم بن عمر بن قتادة قال إنه يريد يبتغي أصوه كدونا به بالبناي أو بالمسجد وجه الله إلهي درتي أرسية ضنك الآن كلا إن الله قاشيغو مقعد كهشيد مشروع كليئيو هي أدو حد كهشيد صماليه كوغو أمانتو مسجد كريه بلا الله يجاهدو ضنك الآن كلا إلهي درتي أرسية مسلمين تو إن إلهي كعبدنا وربا وجه الله إلهي درتي إخلاص كبال لقاه الله بنى الله له بيتا في الجنة إلهي باب الجنة قرؤ وغردسة بنى الله إلهي حودسة له أي للباني يمكن مثالك صودسة بيتا قرؤ كلها ديكي أودسة كسيق لما بضان في الجنة جنة وغردسة رواية حديث كولي عند أنس من حديث أنس من بنى مسجدا لله صغيرا أو كبيرا هيا راضو أما هوينا صغيرا أو كبيرا مسجد ير مولع ير ضد استو يهداد مسجد وين استو جامعة واسكو أجر حقا إن مذول بلور ديسيو مسجد إلهي بيت إلهي وجنة كسيني وحاكل الله سعود حديث كي عمر وعندما ما جاء نقصه مرة مركا لك الأمري من بنى مسجدا لله يذكر فيه اسم الله يذكر فيه اسم الله مسجد إلهي اللي قحو صحيه إلهي كالي قل اللي قع عابده هذا المشركين مسجد أرسته إلهي غير كنا يكون عابدان ويأبوطي أولي عبد قادر يعويس يرفع يكون عابدان بيت جنة الله قادر اسمه هاي تأمور ما تقبطا بيت جنة الله قادر اسمه هاي هذا النار كبت بادوي جنة بيت الله قادر اسكده وهذا الله النار كبت باد يذكر فيها اسم الله وإن بيتك إلهي غير كي أن لقو عابدين إلهي درتي أدرستو إلهي لقو حسن أدرستو هدي أدو نياد وناكسنيد العقد أقول استنا العقد وناكسنا حلال يا هيد إلهي درتي أدرستو إلهي لقو حسن أدرستو طلق شو لكن صوفية كاقها بسداء محاطة لا صوفية أنكه الله إلا سعوها طبعا جرم أنكه الله بربا قندد إسكي إلالية مرع صوفية مركا أروكه الله وحن أجدا نمانكي قبوري أنت إلى غير كي عابدي أولياء إلى أذك أورنشري مركو عدة عشقات وعرك رب لجوايو عافمات في يراد أسكن عسكرنا يا عبد قادر ويرا نمك أورنشري جيلاني وجوكسو نوراني وجوكسو جيس كان حالان كو قدني جوكسو هراتي جوكسي نمك ديه شري مزقرنا إذا ضد كاسان وكهالليا عام ماذا يا ذاتك المسلمين تيسو في ذلك كما حابصده وحبا أن لسعني إلهي لكن عابده أن مشركين تاهين ولقي وحبا كما الشيخين هذا نقوم تشيده لكن إن كان صارنا هاي يا سيف فلارد وحبا كلاق القشاء ومضم ساكين ونقشيدين نيكي أصو إبدرده سامي محوري ورعيد البصور دافتا يما أنكي أني واسك النوص عطابه أصيق إن لوتشيده وقرنا يلاك وحور ربا إنه كو أفترته وغازك ضائفية جماعة إسكال الله عادين مركز وحال إيه سومالي بقال إيسي وركينا دفانتين من أمالي أضان إسايناء وحبا سومالي على كوة القلاني نين كان ردو كردو هي أساك أساك هيد عيو لكن عامي مسلمين إيه سومالي إيه ريهيبل يوسم كو قلقلاني هو شاهد إسكا إلالية يذكر فيها اسم الله مهم جدا وي يذكر فيها اسم الله ومهم جدا وقال ابن عيسى وحوري ابن عيسى وطومر تيلو وذاتك احمد بن عيسى اتستري يا شيخ مسلم عداد مريسين في روايته اسوق وحوري هارون اوسن اورانين بنى الله له بيتا مثله في الجنه بيتا مثله في الجنه مثليه ذا امرك عند اهل العلم وغير مراده هذه المثليه وحال لو جدا مثله حق مقع يكيه غروي مسجدك يا بيتك الله ادونك اوغا دستي الله لو عابوداي يا غرغا اخر الى جنته وكاسينيو مقع غرينوي وداغان مقع غرينو بيسك غمدي لكن حق وينك يا قيمها يا ميقانك يا ميشو كيالو غري جنته كياليو غري نورو لغا قتن شمسكم مدبا ماي وحاوي يقولون نبي وداعان مقع يوداعان
caanaha janna lagu cabbiyo kuwa hadda cabtaan ee baqa ahaa ama kalbayda ma isku midba, khamrada aakhariya midda adduunka ma isku midba, magaca khamrinimay wadaagaan, laakiin wax ka dhexeeya ma jiraan. Haddaan laakiin magaca aysan wadaagin oo saa lagugu sheegin maadaan fahanteen guri wuxuu yahay magaca guud, waxaad ku fahmaysaa xaqiiqada guud, laakiin khasaa'is iyo muwaasafaad bay ku kala tagaan kamiyatan wa kayfiya, xagga kayfiyada iyo xagga kamkaba ku kala tagayaan, macnaha waa iska caadi yahay. أنا سرعنا حديثك مركز إنه وح كجرة المامينا. حدثنا زيد بن حرب ومحمد المثنى واللفظ لابن المثنى قال لبدا إمام محيدة هذين. حدثنا الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم النبي النكاد ورنجر تيموي. أخبرنا عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبينا دواء جعفر بن عبد الله الأنصاري عن محمود ابن لبيد الأنصاري من صغار الصحابة أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لحدني صقالكي أيو قيريو ذا هجرة صحابي محمود بن لبيد أصوغو صقالشان يصقال سنة جرة حديث مسلم لأنه هكا حديث كله بس أنا في الأيام يا هذا عثمان وكقاضني أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما أراد مركو دون عثمان بناء المسجد رواية ضنباء كعطي هوري جور حقوق حكوية جري غموض عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول بأي تناكعت لما أراد مركو دون السحابق عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بناء المسجد مسجد سيدي مسجد النبي أشوى عهدي والقرنيسان فكره الناس ذلك ضد كباكه الصدي جماعة من الصحابة والتابعين يا وحيدة هذين رادك النبي سيس انه قده مسجد كان حوها كبدري مسجد كان هذا ديسيسو ما لها متكلم انه قتمي لكن متكن سيسا لقد على هيئة كده سوحور المايا أساقا النبي قوين ورد سيبان بلارين اينا أساقا واسعين اينا سي أمضوا وضقا هذا فأحب وحيش على ذي المسلمين تاس أن يدعه عثمان وكتب المسايد كي على هيئة قاب كي سوء كده فقال عثمان وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصولا مقلي من بنى مسجدا لله مسجد إلهي نكو أدسه بنى الله له بيتا بنى الله له في الجنة مثله أسوى كلال وغدسا جنة رواية حديثك إليه ولو كمفحص قطات من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات لبد مالي المرقة تبع الله كدب فأيش العرد العرد اللي دادع على شيء مالها بنانك برشطي كوح كوح وكوح عصبتها قانا طيب كبر إذا كير قول لي إذا لير سوى كير طيبة سلم يقال باشاس مليار بنت يسا واحد حارته لو أكمل قتم يسا لو أكمل يصدح يأفر وحي قتم يسبا مسجد كروح ودي سي انتو دون ما هلاك هذا هير هذا هوين هذا وحليها أبا القد كيسو حوي إلهي إنه جنة البيت وقد يسو طيب حديث جابر وحكوي مت أو أصغر من بنى لله بيتا بنى الله له ولو كمفحص قطاعة أو أصغر أباكوي مت ومبالغية غايوي شمبر مالي وكون ديغا طبع الله كديغا أما هوا كسي يرادو حيدا فقادو سيلس كوا فقسيني وحيدا وحالا جو دعي كارتا مسجد كين لو جو ده موضع سجود وچي قاد انت يقباطو إن لا اكاداد مساعد قدر ستو وحالا ميت هاي نين مسجد السي وحير قد مساعد قدر ستو حوالا من دقونا يا إنا مسجد است المهم فهمك سيدنا عثمان دقيق جدا وفيه فائدة عظيمة وفي رصدة ضدك مساعد كان يستوى الله بقي وضع نين أسوق مسجد خرج كيسي أن تغضن بالله بحو أسوق لقو أن نغضن مساعد أس آسة لقى حق لقى أمام وضع أنك أسوق إيو نين مسجد مسجد إسناهر تيلا دي سضيعة تروح كدرة بلادية كردية هذا بقبو على بطة بقبو ساري كنت متر بها بقول بكرد جاي وا كردي نوح كردية إيه نوح أساس الله بدأ ويدك سلام بدأ ما سيدنا عثمان فقه يزول فرزه مسجد كسبان ورز عليه الصلاة والسلام أصنع وح قدر وحو أركانه يهاي أصلونا كمن بنى مسجدا لله دليلك حديث كودنيشان يقول في رسالة مهم جدا وي
قولي يا مسجد وهر الدزي بحال يا عير نقنية أما حبوب الدجوبية وضيع يعتبر أبها إلا بلارية للدورية قولي يا ديد وحيد مايا محي لي هدي مسجد كل الدمية أي سما له حقد رصته أو بلاره هيرك وروح وذاك كعب النقنية وفق شيطان فق مسلمين ما فق مسلمين ما أساس كهوري يدل كباب ولي شوقي حقة سيلو دقاتين يروح مسلم كا نينك أساسي يكيد دم ببلارية يا مسلم كي أنتي مسجد الله يبوي وحكو درس ضيبة واسكو حقوق مسجد الله يبوي هاي وحي رضا كو درسته وحي كميت هاي أدو مسجد يسيب على قاسو قاضية صحابي إنه شيء مركب باني بالغو إطلاقي أدو ضيعتري أضوء لما يستري أضوء مجدد أضوء قيب كلية مسائلك وحكو الضريع وحلقاس وقال يا إنا بيستو شافعي ذنو ويكال فقال كلمار نمان سبعنا شافعي وحيد هذه أصل بيليدة لما تنروح المسلمين هذي أضون ودليه أي أضون كبدا حريان لما تن المسلمين وقايا نوجد تصالوي بقول هنقدين مليون هنقدين دمالا جماعة من المسلمين هذي أضون إسلاليين أضون كانوا وذا حرية نبغي حنوش يعني نول بسجونا نار الله حرينية نول بسجونا نار الله حرينية حيث برا واتقرنا إسا نبي الله خيرك أي شيء نبغي حور خيرك بأشر حي قور مسلم ذا حرية أما اعتق نسمة أو فك رقبة بكل نبي الله قال إن لحريه يين لسيدة واسكم بيد جوجو مش هذا جوج بعد يقدر تيواس ذي حنا بيقول حلو قال إن لحريه وإن أتكلي جا حري سأضنك فكر رقبنا وحوي أضنك حرين سنا وحكو درسته ها مساسة إذا شبعي وحيد إن مسنيك وحكو درسته وحلا مدي هاي قال لحرينا يعني إن كدر صدي طبعا شيلين الحاق المساجد بباب العتق بين مريا فقه الشيخ الشافعي وحو الدليل فقه سيدنا عثمان امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه مسلمين تجي مساجد سيزه كودا وحور ودا خير بدي وحور تاغنتين ما معي نبي وحور نيك مسجد الهي درته ودسا بنى الله له بيتا في الجنه انت يا رب قدرها يا بلارنها يا حان غنيا المجدد كالمؤسس بول نينكو عزبوني سيني يا مسجد كم حول لمدي هاي نين أساس سيبو لمدي هاي محلو شايد كم مهم كم يشو كبجر وحاوي هداد مسلم تهاي ميل لغي استاغي ومسجد لغي يبو هاي بيت إلهي والرب السي لغي يبو هاي ولغا ها كهارين حوي ربي لك العرض أسوى قادة قدر محمد غنسا كمان بنا لله بيتا في الدنيا لكن اسكوب سمجه الحقوق الرئيس بريها انتم بتشلا فضا فربضان هذا اسكوب اسكوب بيا معلوق قصيصا وحبات تونسنتي وركان شيء ميلو يرتابنا يا هذا هيو ايا درين سنتي هذا اسكوب بيا مركا اسكوب سمجه انه حلال تاي ومسجد كو ضاع عادي هاي وضبط هاي وندنا كان لا ودانين وحات قدر صوت هي راد هبطناه الهي وحقوق ابا القديا الله دسي مسجد مدح بنان او كلا لغا سو قاديا اجر كاس مركا هذا لو غدد مثال الله بعض مهم جدا مساجد الدنيا لغا دسو ولا با قيب هدا كوروا كا هلي ان مسجد كا لغا دسيو ودن اسلام يا دار اسلام لغا دسيو يا ان لغا دسيو دل غالا كتاليسو ود مساجد لغا دسيو دل مسلمين توليهين او ان قال كتلنين صدقات يحولاد واليد ان باد كوبخين زكاه كوما بخدو زكاه كوما بخدو سدا راجح اسكو اوغادا قول يبا خيلو اون ربي ان يحولها كلا وخ كبخشان با وخي ربان مساجد دل اسلام لغا دسي ان يان سكدي بان كوبخينين شركه با قاران لغو سو قورن زكدي بي لا ادهيا إسكي إلالية مساجد لغا دسي بلاد الإسلام زكاكم أبا حضو
رأيك ورنا الزكاة لغو بحيانا واريه ضعيفة هدي لكن مسجدك لغد سيضل قالو زكاته ويكب حضا لأنه ونوع من الجهاد في سبيل الله وضمضة قال إن شعائر الإسلام كان لغا يستاجيو مسايد واوين لغد سو مراكز يسنتر مسلمين تأنفع لغد سو زكاته ولغو بحين كل قيد با لغو بحين كرا لأن أيضا وحين قونا يسوى ونوع وفي سبيل الله بكثر سنتا على الراجح من أقوال أهل العلم كلا فهم على بعض الباب شافعي ماشي كدوا لها ينا دفانتان بالله الربا وحيدا هذه الروح المسلم كي يضل قال كنول وحون دينا شيك شيك كر أما حتى أن شيكيني جيرتان كيسي كوفيد يسوي لفتر كذا جهل في سبيل الله بيد هذه ماشي كدوا لها ينا شعائرتان موقنا يسي لفتر كذا أي وحوينا بريان دبجين كي هذا ولا نعبي هاي ما نسكت هاي المهم أجادة مسايدة لقد يسو بلاد عن مسلمين تكتلين زكاة قبحية مسايدة سنتردة دكسيدة قرآن كله قبرتو معايدة دين كله قبرتو وحاصلا بزكاة دينا قبحية نولي دالك أسقا فقه حمد إسكا إلالية فقه حمد إسكا إلالية باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق اليوم مسلم رحمة الله تعالى عليه باب كي لقفتسي هاي كتاب باب المساجد هل قاسو كحرة وحول الله أبطي الصلاة وحينو الدم بي سترة دي بين يدي المصلي أحكام تيدي وأسود سعود وحر كدي من حسود حق لي كتاب المساجد باب المساجد باب المساجد انت سوكا قبع حياته حيوه نقونا يا صلاة دي بقول الله بنيا صلاة بقول الله بنية باب الندب سنة نمت كي يريد لسكو يريد باب يهي إلى وضع الأيدي قعمها إلا السار على الركب تلبها لقبت ما كانت ركوع عيسو لو يها إيه تلبها قعمها الساري في الركوع يا ونسخ التطبيق اسكو دبوليد إلا النسخي أقول محاجر جرت انت قعمها صار لسكو وقبت ولا اسقليو أيوة اسكو حران إلا بضا قول لنك الله قشو قول لنك إلا قشو اشتاق تصدق وحان شيء قال هذا هو محدد يسأله صن دوت لا بد عم الطالب هاي سحبوا سجود سحب قبض كوسي جد ركوع جدها قش قعمه جلبه عقب بس قعمه فيدي سدا سدا أو فيدي قعمه قلي مر كام إيشاس ساسا لورنتشري جلبه قي كروقا وكا تطبيق واسدا لماذا قاموا واسدا يا ربعين جلبها كوكا وتوت جلسوا ماشي الكرسي لها جلبها لقلنية جلبها لقا هي جلبها لقا هي يا ولو فهم اسكفرس انك صوصي فعلا وصمين بغا كاسي امنا عائشه كهذا شو وحي اهيد اهل كتاب كامركي تكنيان سدا سمين شري نبينا عليه الصلاة والسلام وايهوري مسألة دي أن نص قرآن كهلين وحي كلنا النبي وحلو الشيقين وحوش على إنه وافق أهل كتابك ما دام أي أهل الدين دي ضد دينيين واجد دمر النبي وحال فر إنه خلاف أهل كتابك بعد ما هو عضاضي عناد كودي يد نحمد ودي الظلم يقودوا عضاضي والله خلاف مركز تطبيق حكم هوري أو موافقة لأهل الكتاب كالسعودي نص يا دنبيي وسيدنا عمر كالسوغان وسعد وقاس كالسوغان مركع عبد الله مسعود يا جماعة من أصحابه وبنيه أيا وكخل ضمن أغانين بالناسخة أيوه آمس كل طيبة تيبو شيخ غدك الله يا حدثنا محمد بن علاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضري محمد خازم حدث عفوا عن الأعمى سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي وعن القمة ابن قيس النخعي قال على بعض إمام لبعض أرضية خاص كايدي وحوي عبد الله بن مسعود أسود يا علقمة يا قيس وذلك الأورنج المسروق يا شعبي وإنما كان روكو في أرضية خاص كاي قال وحد أتينا عبد الله بن مسعود بأن أكبر قنون أبو التقني في دار جورجيسي
فقال عبد الله وحول أصلى متكذين هؤلاء كوا خلفكم إذا كذن بيا كوا الدولة دا ولي ربنا وما يو علقيسي الصلاة ضعيفين جرى وقت كذا أي وحول قليه ماشان هاي أمر ذا صلاة متكذين هؤلاء خلفكم إذا كذن وراءكم يعني حقوقوا وضرابة هيا هاي الدين تبا يقو حقوق السنة تبا كتنتين صلاة عصر كبير ضعيفين هيا دور كبير ضعيفين هيا وقت الفضيلة تكن مهيا وقت الاختيار تكن مهيا وقت الضرورة تكن جمارك غاركو بل وحالا غيا با الظهر انتي بحيان وقت جيسي ان عصر مركو سيب بحي الظهر يسكو داران اي يسكو داران ظهر عصر يسكو داران جمعة خطبة لو يستاجي سيل أيها الله يان وراق آخر ضمبال عصب وراك تعصب شيء وضان أي وضان ده كل رجيسان هيان بروح تكون جرين قرحم ما كي بالك بكتو ما كي بالك بكتو يصير ده عايز يتكون هيا نيكي لو رمك ده يسانا وحورن جنا أورسنا في صلاة هاوشان أو نبص صلاة معها ومتأولين لصعاب هاوشان أنا كتش ربص صلاة معها soo dhikriyo ummad la hawadiyo iyo agaasin iyo siyaasad iyo beeldaajin kuma jiro masaadna ma dhax fadhino ninki salaad sugaya maghrib soo salaad ma sugaayo soo salaad kuma jiro ma kaga jawaabaysaa ya ziyada dhab nin la yiraahdo taabici ah oo iska caamay aqoon badnayn ayaa hawsha lagu qabtay nin xakam naayib loo jiray xajaaj maadeer ahay oo shaytaan xajaaj inuu meel geensadoor halka noqon waxa ka sugeysa tayib cunu abdu azwaaq dad muxuu bilaabay nin xajaaj xil u qabto uu casili jiray waraan wax ma samayn yakfiika sharran inaad caamil u noqotay xajaaj بوران شري رحمة الله تعالى عليه. المهم نبى خطبية حكمنا يبلى يهود هوش يهود مركي صلاة دي ظهر بحي عصر نسيدة بيريها يو أنا سوائي لو بقول كده أم فديا أم شوق دي كرين نيك شوق ده معايا غن لو كنت يصير قربها لك لفوق إلي عرا أنا زو من من كان مال هذا الشيء هذا صحابي هذا تمسح النبي وخدمي من كان مال هذا الشيء شب يقول إيه ما جوابي مركل أنا كل عليه ويجا مصي مركل دمبوس هو أبو يستاجو حوري يا أمير أصلح الله الأمير صلاة إن تجي كدي من رجيس كان ناس يوا صلاة إن تندو تجس كدي بصون رقو رجيس كي يهرب سجال كي كسيوا هذا الكو دمين هيجي بقى كو والله دلعي صفقة واحد بحب ولا غيرك وهو وامعي وسردور وبوليس ودرعت وهنجشتي انا زايستوي ولا ولا كعايا مال ماشي على السوق فلي وركب على السكسي وت مركب وركي عبار ودي بضيق هلا كي ياخذ من وحوري يا انس مو حد يبان تشره ثم السحنين حول يا أمير المؤمنين قرعة وحبا كرده ماري أن تكن ما ديه كروات سحنتيني واخلنتي إن رجب حولي هدوها الله محمد عيسى انت أصابه مقان صلاة مكة اللي تقول مخرب كنا ومركا قلي يا نيك الله حساب تم وحالة إلي محاضوا هذا الشيء ميانا صلاة كتشيرين أو أن صلاة أن نسوغين محانا قخلدان تدك محاكار دحباش حول يا أمير المهل ذكر هذا أمير المؤمنين ما واشيطان حول هذا حول كور رمبوري وحل وحل محاو خير بدن بو شيء وحل له محاو خير بدن حول كلام كله القرآن كاو خير بدن صلاة الظهر ما كل أدي ما هدان سورة البقرة بالله وصان أوضو 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 أن عشاء ما كل جار أن رمبي صلاتنا أنا أوكي عن كور رمبوري فرسنك تابعي اسك عامك فقهي سي عقلي واحد ودور دن حكم ايوب ومحوها هورت كلام اي روسي وي حقيقه كبا سو قال انه يهي القران اخر نيس
أود وضو تدوب جلاد أتك حينيش قرآن بان آخرنا يا صلاة من لوجة تجيا ما يجيري هذا الكلام كإلهي القرآن كهذا صلاة لوجة تجينين وركاضو ما كي الله قصر ريا علماء أراك إلا مجنونا قبط الوحرين يا هاي وولين يا أنتم صدق آفينين وركسان لما قال الله حجاج بوراء وروحوري أنا وخط بينا ينن با إستاوي رسالة هنا لتجيو نكا محاك السمية حوري نكا أساقا ميل فغارا تاب كنتو أفرت الله أدينا كجو عرب كنا كجو كدي صلبي أو هلا كجو لحالة صاروا مركو عر من الكيسور ركو كده ماذا كدي بهلا حباب أمرك حجاج بايمد تضبط بقية أو المادير يعلم سكوجان بحكم مغراتك عين ولي جب إنه واللانشري وحلا صومري نينك وحيدة هذا أنا قام نقارن أمشي بالله مري ده هو يدي بام الملك كي اللي وده إيو إيشك ورمعه وحي عروت اللي برينجري حلديد مية هاي مسح البط المهم نيجا واحد ومش بالغو مري أنا جا كم مخراتي دور بقوله وداد ودقيبة فيرميسي فيرمدي وحلود الحجاج حوري ركم مخراتين ووالين ووالين ترى هذي هي نمن ورك لغة قاتو سيد أبوه حد حلف نسوا بابيني ورا أن تكون كلية بقدين جوا الله صمرين مشرا الله صمرين مشرا طيب إذا مركا ضدك قرصنا إن كهلا إنه وقولي ربنا ومية ها وحقو الدراب يسحابك الصلاة دك عياري كري حتى سيدنا عمر العزيز بقى أنتو صنصنا ذو أجانين صلاة جابين كري لا عروة من زبير يتابعين أي سحون وخلت كأي كقبته أصلى هؤلاء خلفكم أي الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن مواقيتها إن أتفانت فقل له حانني لا ولما يسنت كنن أو هروسك يخطبتي وحبي وضع قال حرف قوم استاجا وفصلوا تكذا طيب أما فصلوا ويتكذا فلم يأمرنا نموسا فرين بور عبد الله مسعود بأذاننا صلاة أذانه ولا إقامة إلا أقيمه صلاة أيضا هيد أنت وحكوا جرى مركة إن جماعة لقتكم كرجريها جماعة المسجد كعمرا ومشعارتي ساقين ان اديق ان كل ميد اد جماعه كو كرتان مركا دي عوردار او جيريو هذا رخصيسان سبا سيدنا عبد الله بن مركز وحو قبي جماعه خاص كي غريها لو توكنيو لونا ادم ما هيو لونا اقيم ما هيو وانا مذهب جماعه من السلف من الصحابه والتابعين والفقهاء وهي ولادنا وحي قبان ولو ادمي وانا لو اقيم اذان ير وانت انا ان مقله انه قول كان كبعينين يا اقيمت يرى انه وان اسم قشينين محل الصلاه والبوحي لهيد وهي هذه جماعه لو توكن او لو يقاني ان لو ادامه او لو اقيمه تنا وا جماعه هبا يراتي غري بها لو توكنيه مره حقيدي اها ان لو ادامه اما لو اقيمه ما دحاي تاغي قولي هوري عبد الله ايله لونا اقيمه لونا وحي ليه شعارك آذان يا قيمت أهم مسجد كبا قاطي جماعة وين إن نقوم حنا إير أنت أنا وشاس صلاة ما يتكن إير جماعة من هالعلم حليين صلاة دا قول اللي قلت كان يا جماعة دا اللي قلت كان يو والله أقيم موين اللي آذان ما يصدح لهم ذهبوي إن لا إسرائيو آذان يا إقامة با إن لا وذا تشوتشيو يا إن لا أقيمه نمان قال لا أقيمه له وحي قاد دليشنا لبم لبدي دليل معنوى أي من نقلها دليل كنقل أو حوي إنما منك صلاة جمعنا يو صلاة ضم بوالو أقيمة هي لما آدامه جمعنا ولو قلت كان يابي ده هذا نظور عصر سكود درينه أما أن عشية مغرب سكود درينه محل السمية ترى لو آدامه تضمر والله أقيمة وأنا جماعة الكاس يكون دقيق مد كان معنوي وحاول يد ان دليل كان معنوي غا وا دليل نذر اعتبار صحيح جدا وحيد ان اذان محل لو تلقى اذان دد با لو ييرا
بول بينو كتير يا نو جيرينا إنكوا هذا شغناي كريم هذا شغنا شاب إنه مش وقع ابني جماعة لك على تكتي يينو رواقينا صلاة وقاء ينضحينا عد كلام مجرتي إنكوا حيوي رايدة أنا سكوكو شيءنا صلاة إن لقليه أهيت أقيم الدين أقول دفتر نتفانتين بنومري دليل كم عوي دري شذا متكاس نقل كان وعي هذا رأيك أمرك إن لا أقيمه أن لا أعلمين بعد مدائن وحب بدنيا والعلم عند الله قال وحور السحابي عفوا أرضي كم أها علقمي أسود والسعوديني قال أبا كف عن ماشي قال هذا إي قرن وذهبنا وحان الضون لنقوم إنا أن نستغن خلفه خلف من مسعود إلا لبيه صوما مركو أسوء استاغي إصلاة دولة أدقشي بانو جماعة أنا يدب استاغن ودبر كسيدن بانو أنا والله بعد يان دعاني بول فأخذ بأيدينا قعمي ورب نسي فجعل أحدنا متكان وحوية لعين من ملك بوسكردقاي ولا خرك إلا بان عن شمال بدح بوسكردقاي سيساس السقاقبي سوى حق مسألة إجماعية مسألة خلافية هذه صدح اللي هي إمام كموين صدح كالهضي من النهاية إن قضاء الله الصفاني ومسألة إجماع أفر بين النهاية إمام كي وحر مرم حسو هاري صدح سفوين بانو قضاء الاستاجنين تلسوه يواتي ومر كان النهاية لبن مأموم إيو إي إمام كي مركا عبد الله وحوقه با نين مدك بكاء استاجي من بدح بكايس إنك على صف نقوني النبا مع الإمام كي واحد على صف بان نقوني إمامك من بدح استاجي لا بد ما من قربابين نقوني هذه إمام كي هل روحيه هنا وحلو بدن يعني يروح عسي مدك تكي استاجي بعض الفقهاء وحي قبان بدح بكي استاجي رأيك وحلو تري سعيد مصيب ونور حلو ولعله لا يسح عنه جماعة بلوتي لك كما الصحي المهم هل كالروح إمامك إنه قرب يستاغوا مسألة الإجماع أما بدها كي يستاغوا أما بدها كي يستاغوا هذه صدح يا كبر أن هنا إن صف وين وقال الإستاغوا مسألة الإجماع خلافكم وعلى بن معموم يا إمامك تيوا مسألة إمامك أصلك الله يرضى قال وحرف فلما ركع مركو الركوع ابن مسعود وضعنا أيدينا قعمها نقبا نوحان وصار على الركبين لو يجي جلبان قبصنا وسيد اللي يقاني هذا أتكتا جلبان لا قبصة أيونا جلب قبصة وحي كبرتين أرضدي سعد وقاس هي مصعب ابن سعد بي كبرتين ويكو أركي فضرب أيد قال وحوري سح تابعي فضرب أيدي أنا قعما نجيب قرعة قام لو يان قبصنا ينقر رفته ونقر لو يقرب تاجيني هلا صفا لوجود الشراي ما كان خلاص بان كود جيرو روح قرب تاغان وخو خالد وسمي ود ارغتا ود كا قبان كرتا كو اسك تاغان با ركوع ودي ركوع ود ركوعاي كو هرتا فريسد كو كين كرتا ان لا سكن مل وحمر هيا فضرب ايدينا غعون نو غراعي وطبق و اسكو دبولاي بين كفي لبد سحب بو اسكو دبولاي سداس بو اسكو قبطه لبد غعمود بو سداي ثم ادخلهما وحو غشاي بين فخذيه بودو غشاي اغا جلبها أيوك شد سيد أدع عبد الله وسميني قال فلما صلى مركو صلاة الدمي قال وحوري عبد الله مسعود وحديث مرفوعة لكن عبد الله ماتش عليه حديث أنه رفعيه حديث أوخبه أيوك كده كريم من قوله وفتواه قال رسول الله وحوك بقايا إنه حرف أم عنه سيد بدلا ما وحون رواية بالمعنى بكوة ضياء ووقفني قال عبد الله بحوري إنه ستكون وحاند أنت عليكم أمراء وبقراء إذا قبصنتم ريا مدح تلسيان يؤخرون الصلاة عن ميقاتها صلاة كد مريا حل جادي يا مضى شادي يا وقت جادي ويخنقونها عيشية حمق كودجا صلاة بعيشنا يا بمعنى وقت بعيد كدجا يا مال سيئوا لهم بوحجين يا نحل يقرح ودعيس إلى شرق الموتى إلى صح شد الروح الدمانية شرق وين كسحة عن روف تاضع ما وحي الله مده طيب روح مركز صحة ما وحكو استاجع ما كعض وكمبر ما نقول وحكمر دلبو ونفبحة صلاة مركز يقرأ حد دوات بالك هديكتو ما حكو حاجة إن الدعوة وقت ما رمى طيب
ويخنقونها ويعيشون يوم ويروح اللي يعيشون مركو قدام بيسوحوا لقاوة عندهم في سنة أنا كبح هذا قرحون مركه جاب تصيص عطوايد على ومرد ما الله ماركو يعني وقتي ورا ما نيا ويخنقونها ويعيشون صلاة بيعيشون يوم إلى شرق الموتى إلى اللي جاره كورد انت أما نفبح صحش ضوضي يعني ومع إلى أي قرحت دمتو ووقت قود انت تصيد الروح اللي عيشي عنوف تقدم بيسوول لقوه ونمان كان قدر حلا ياد وكسوها اللهي فإذا رأيتموهم ومرادا مركز أرقتان ويبتشوغاني قد فعلوا ذلك أيها سيدا يلو صلاة وقت قد الدلية فصلوا الصلاة لميقاتها صلاة وقت قد قدت كذا حل قد قدت كذا صمالة مركز ويقانا وحيدا وقت بأن لسوغايه وداد لمسوغو فقهوي وأكرا صلوا صلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم صلاة إنك يلا معهم قوة صلاة ضعيفة لتكتين صبحة سنك سوقال إذن صلاة دين واجب كإذا فرض كايد حلق وتاغن وقمن تكدا أيها هذا وحيد ورنها ونقوب بحديانو أمنك إن تقليب الخطر قلي زون فتقال الله ودانو نبديد انت أنا أقول لهن يا مقوم كله تكدا صلاة كله تكدا صلاة هذا قمنا إذن قولوا هذا إسكيسو تك ملعبات هذا خلوات هذا إسكيسو تك هذا هو نمان تكن إسكا صوردك لا تكو سيدا واجد من ربنا ميك أجدين قلي ربنا ميا أجدين تابعين الصحابة صلاة قريه أنت كسر تقول أنا كدمنا الصح حضريا الباب كان لغويس توا لغدارنا كتاب جامع على غمرين وحكى والله وكابلا وكطلع إنا نسوي تكنين وحلا صوم ولا يدك شجع شكا يدك كتا ولغدارنا يا دارت لغدارين بيفقد وسكو قد فقد تابعين سكو قد تم الله مري مسوي لديدي ما هذه اللي دينكم يا وهرت كبر الله يدين هري وإذا قالنا حسن البصري قال يقول ما كان مال هذا شيء يا ابن أخي يقول إن السيف حالة دون الكلام يا ابن أخي إن السيف حالة دون الكلام مركوح إلى سلف صومر إلى إلهي باقرنا سبحانه وتعالى مرك قل يا عمو على ركيس علماء اسمه ذو كهيا هبل هذو وننحنها محي سحابي هبل وجه اللواي وتابعين تو وجه اللواي ما هي اللي كريم إن رجب حلو وأنما عن طريق لسعنين صحابتي بقية ذي تابعين تو مكرهين بأعين مكرهين هاي لأني نينك الله محي قان الأمر بالمعروف نهي عن المنكر هذه الوجود لها يمحقوب بنا شعر كوبني وذلك أضعف الإيمان بشقينيس أوه إن هذا كان كين كرتاه طيب هاو شاسا تاغنيد بو شرح كتاب قيسا في العباري الله آخري وحولوا وإذا كنتم ثلاثة فقه عبد الله مسعود وإذا كنتم ثلاثة صد حداتهين فصلوا جميعا سوى ذاتروا تكذا هل صف النقضة هو فصلوا جميعا هل صف النقضة وهذا هذا القصة لبدأ تابعي على القمية أسود وإذا كنتم أكثر من ذلك تصدح كبد انتهين فليأمكم أحدكم متكين هيدا هر مرأ انت ان كان لا سبب يستاغ واذا ركع احدكم يمكن هذو الركوع ايو فليفرش هجقلو ذراعيه دمديسا على فخذيها صاروا لو انه حقوق تبوديها صاروا وليجنا هنا الركوع وليجنا بمعنى وليحني بك انتهي هل ركوعوي من جنا يجنا اذا انحنى وليجنا باني قران بل نسخنا حق قرن ولا هي ولا يحنبا قرن بعض النسخ اني لكن ما دغنو واسكو معن حق معنا واسكو ميت هر ركوعوي فليركع بك دغنت هنا مركو ركوعه وليطبق اسكو دبول بين كفي لبا صحبا اسكو دبول هذا محور ربا امامكو انو كيلا لبدان دودون واحد كو سي حساب بوديها الراعي بوديها الراعي ما قد راعيسه الله بدن قعمونه اسكود دبول الله صعب ايه واسكود دبولنا ما ايش اقول لنك اقشو وسيد هذا الصمرتين هذا انت وحو شرح امامك نادي قرتين بيش الى طه فلكأني وحاد مداول تابعي انظرون ان ايه الى اختلاف عفوا وعبد الله مسعود عبد الله بها هذا القوة فلكأني وحاد مدى انظرون ان ايه الى اختلاف رسول اختلاف اصابع رسول الله اصداف كفريه النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا إن أركاد مدابر مركو النبي وتطبيق السمين يوم
مكو تطبيق الصميني انتو فراها سائسو قليو والنبي قال كاقشاني هادا انا اركتم فاراه مادا انا اركو اذا وارنتي صحوي ويجرتي لكن محا كدن بي نسخي با كدن بي نسخي با كدن بي او شاو الشيخ امامك هو وريي كاليقين اما تطبضن با وريي وعلي با وريي وعمر با وريي وسعد با وريي لكن انتو تطبضن بي امر كدنبانا ويهلين واه جوجية تطبيقي جلبها قفصدا بابعينك جلبها صار وإن إيمان دونت إن شاء الله. وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي أخبرنا من مصر علي بن مصر وذكرنا سنحاء قال واحد مسلم وحد قال مسلم وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو بكر وللكي حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي حاء قال وحدثنا محمد رافع عن نيسابور القشيري حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي قال حدثنا مفضل بن مهلهل كلهم رمانتون كلهم يكوضا ابن مصر قصب بالله بهذه ابن مصر يجرير ايوه يحيى بن ادم معافا مفضل 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 كلهم رمانتود عن الاعمش بيك قالان يا سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقم بن قيس النخعي والاسود ابن يزيد انه ما دخل على عبد الله بن مسعود وقال ان بين الشيخين فذكر وحوش شيخي يا شيخي فذكر وحوش شيخي بمعنى حديث أبي معاوية حديث أبي معاوية نودن بيي وكقادنا يا أعمش مركف فذكروه ما مشى كفي عن صماء فذكروه عن لنا محايل المفضل يا جرير يا ابن مصر صدح ضباء عن الأعمش عن الأعمش أبي معاوية كان عن الأعمش بوها مركم فعل كان قدر يسو واو الجماعة راعيني سالمهم لما له أما وساقوا أما وفذكروا يكدقانتاي بمعنى حديث أبي معاوية الشيخين هذا صومرتين وفي حديث ابن مسير وحا كجر كواذي سوى جرير كجرة فلكأني وحاد مودة أنظرنا إيقا اختلاف أصبع رسول الله وهو راكع نبي قول ركوع سن فريس إسوى دارتين ساو إسوى دافيي حق النوو قليي لو يها وقشضي إنا هذا أركان مودة يعني سحابه حط حق الجنية حكم كان انه هبه تطبيقه في الركوع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ابو محمد صاحب السنن ذاتك التقانوي مسند الدارمي مسند الدارمي التقانين ابو محمد الدارمي السمرقندي اخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي عن اسرائيل بن يونس عن منصور معتمر عن ابراهيم منصور بن زادان ما هو منصور معتمر بن سليمان الطرخي عفوا معتمر بن سليمان الطرخي عن ابراهيم التيمي عن علقمه والاسود انهما دخل على عبد الله بن مسعود فقال وحولي اصلى من خلفكم اصلى متكدين من خلفكم تتكا قصوى تكتين قل هي دوله دائما لهم سيدها يستي متكدين قال وحولي نعم واتكدين والروايه كالي روح النسوان مري ان لا طيب وقصه كالي فقام بينهما وكان يستاغي وجعل احدهم يتكد وحكي عن يمينه والاخر عن شماله مثل كان بدح بيستاجي ثم ركعنا وان ركوعنا فوضعنا ايدينا بان نصاري على ركبنا جلبه نقب نقبصني فضرب ايدي قعمون ودفتو نقا قادم ايش ان نصاري ثم طبق وحسكو دبول بين يديه بين يديه لبس قعود بسكو دبول ثم جعلهم حكي وحو بين فخذيه لبد بيو دح غشدي فلما صلى قال وحوري هكذا فعل رسول الله سداس النبي يقول جري عليه الصلاة والسلام مركب محاكاة دنبي مسلم الدقيق ومنسوخ غرمريا ناسخ الدنبيسية أحاديث هذا من باب الناسخ والمنسوقيين وحوك حين يا المنسوخ لأن ناسخ متقدمة حق التاريخ ذا كدن وحو الدنبيسين يا حكم كدنبيي الحدث في الأحدث تيبا بالله بيض عوري إمامكم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو معاوية عفوا أبو عوانة وضاح عن أبي يعفور أبي يعفور وقدان يمكن الأورنج دوي أبو يعفور الأكبر لبا أبو يعفور بكتب كتب ستة وعانك ومنا الأصغر بلوية قالنا منا الأكبر أبو يعفور الأكبر يا أبو يعفور الأصغر بكليه نينك أكبر قال لي هذا أبو يعفور الأكبر وثيب بني عبد العبدي مقعيسون وقدان يا لجادة وقدان يا الله يلا هذا مثل كلام عبد الرحمن عبيد بلي ابن النستاس
إمام النووي هو صو خلدمه وحوليه هاي أبو يعفور بالرأي واسمه عبد الرحمن عبيد من النستاس وهو أبو يعفور الأصغر ساسه سكولي وأنا خطأ وخطأ سيد الراجعة من كان أبو يعفور الأكبر وليس الأصغر. بالدليل الإمام الدارمي أي سنن كيس يكون صدح بقوله صدح وحوجدي رواية زوحي عضيزي عن أبي يعفور العبدي والعبدي باتفاق المحدثين وام حي وأبو يعفور الأكبر هنا فانتين بإلى التاي. وبذلك جزم المزي والحافظ بن حجر كتب ست الرجاج هذا رقوا حوية قنع على الإطلاق مزي كتب ست الرجاج هذا ما كان مريو مزي ننكو هاي علوم هذا كمتشر حافظ بن حجر موصوع كلوي هؤلاء كل كفي عياي وكذلك الذهب موصوع كلوي. أما رجال الستة لا يدانيه أحد في ذلك مزي من أجل أبو الحجاج المزي. ابن عبد البر هذا لو ما شككها الله سوى نوح كينا يا انه ابو يعفور هاي الاكبر حافظ حجر نواجز مي وانتقد النووي فيما قال يعني النووي انه شو قبط حوري او شو خلد اسكو قال. طيب المهم ابو يعفور الاكبر وهي ما قعز المعاتل هذين وقدان وقدان واقد نوال الله شيغا واقد نوال هذا واقد ام وقدان واسكمت عن أبي يعفور العبدي الأكبر عن مصعب بن سعد وتابع الجليلة قال حلم مصعب صليت إلى جنب أبي أبي بن عيسان كنت كذي أبينا واسع وقاس الزهري قال حلم وجعلت وحان يلي يدي لو يدق عمود أي وحان قليب بين ركبتي جلبها انكشد وتطبيقي مصعب هو شو حكس وقاتي رواية كلا عضيسي من بني عبد الله بن سعود عبد الله عبد الله مسعود عروتيسي نقول له نجي عبد الجباري عبد الرحمن ابو عبيدين من كبو كقاتل ويل علماء عبد الله مسعود الى ابو بك قاتل يا ارضي عبد الله مسعود. فقال لي ابي وحي اضرب بكفيك لا باب عقوق على ركبتيه جلبها ما عيد بالنت تسقط ابو شياط قول انك قشنيس سيدا فرها فرها كقبه جلبها يلو يها قبس. قال وحول مصعب حور الله وشين واتكي وقال ابي مشى كتاغنتاي ثم فعلت ذلك مره اخرى ما لين كالي يا دنا انت قميص كل ابيبان قشده قولنك تطبيق مر كان دنا فضرب يدي مر كر هذا البؤها ولله لا دق وحوله ابو مكه تكريس جلبها قبصو كمان انت كو قبا تقولنك قشن جلبها قبصو حول دق فيريس بلينا وش مشى كتاغنتاي ما اجتهاد ما سوى سنه الا امر والد مر كر ومش يقولوا حديث يعني. فضرب يدي قعمها يجيب قرعيب ولا أباه مركز وقال وحولي إنا نهينا عن هذا وركب وانا لقر يا بي هاوش أنا أطرب إزاي نهي باكيم وأمر أوحان الله فري أبو أن نضرب بالأكف السحب أن أكو قبني باب عيك على الركب تشلبها إن أكو قبن وركوا له كربها. طيب إمام مسلم وحكاها الله مسألة هذا وتلمامها هي الميزان ولا تكسر عليه وقال مسألة أصولية حديثية نهينا صحابها دويد هذا ومسألة خلاف الأصول وحلوحا بارا يا نهي عدو الرسول كم السماية خلاف باكيال والراجح وإن لوحا بارا صحابها دون نهينا يد هذا إنه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ومسألة أصولية في حديثينا نهينا يؤمرنا هذا صحابي يد هذا ما حكم الرفع بيقبتا والصريح كتا من السماية الأسكوهية والراجح هو معي إن مرفوعتها لبدا من سلب وحشارة يا مسلم اختيار كيس الأصولي والحديثي وآه نهينا الناهي هو رسولك أصوليا نهينا هو مرفوع من حيث الصيغة والأداء لبدا من سلب وادورت إذا حديثك هو الناسخ ونسخها يا بالدليل حديث النبي محمد ما هو صحابي وركب ونسخ كراه مايا إذن مسلم مودن وكذلك فعل البخاري وهذا وحسك قرنا يا مودن بحث أصول وتلمام إشارة دقيقة هي بحث حديث يا لبضوع. خير حدثنا خلف من هشام بن ثعلب حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم بن حنفي قال وحدثنا مسلم إنك قرنا إياه وحدثنا قرنا إياه قائل كناس وراوي كتاب قد قرنا إياه إنه شيء ياوش إنه تبني إنه مسلم سيدايد. وحدثنا ابن ابي عمر واسمه محمد بن يحيى بن عمر العدل وذكرنا سفيان وعيينته كلاهما عن ابي يعفور بهذا الاسناد.
كلاهما وابو الاحوص صفيان الى قوله بحديثك وذي فنهينا عنه وانا لقربي فنهينا عنه ولم يذكر ميسا شيئا ابو الاحوص صفيان ما بعده وحكى الضمبي نهينا عن هذا وامرنا ان نضرب بالاكف على الركب انت كميسا ضريبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد البجلي عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت وان ركوعي فقلت بيدي ففعلت بك انت هنا فقلت بيدي قعمي وحان كسمي هكذا صدى يعني وحكورا طبق بينه وسكوت ضبولي كد من بوذيها اما لو يوقع الشرط وضعهما وحوص الدجيي بين فخذيه لم يبوذي الاحوض فقال ابي وحولي قد كنا نفعل هذا افرس الناس والمنصوبات ازرعين يا صحابي قد كنا نفعل هذا وانو يلي جرسدا ابو الطميسي ثم امرنا وحان الرب واجد من الفري بالركب اي بوضع الايدي على الركب لو انا نقبصنا الفري جوج ورك ايضا سيدنا عمر الخطاب باسونا سدا كراعي اسونا وريه ان واور تطبيق او جري كد من النسخي او لو بدل جلبا ان لقبصده سدا هدا المسلمين تو كذا ميل بي جوغان با. طيب سيدنا علي ايا اسغو مساله خطره كتمت وحورن جري ان شئت فضع يديك على ركبتيك وان شئت فطبق نبي شيبه وري عفوا عبد الرزاق ايوب نبي شيبي يحور يا غير كيبا مركب حورن جري اسغو علي ان شئت فخذ على ركبتيك ضاد دونت جلبها لو يها قبصو ضاد دونتنا انت اسكت دودو قولنك قشو لو مرك احتماشا فتوى علي بن ابي طالب انو كحن باري نهي النبي كيم اذا دمبي يا امرك دمبو كحن باري نهي كحن باري كراهه كحن باري تنزيه امرك كحن باري استحباب يا سنن نمو ومعنى وارد لانه هو يسوق قرائن بدل شلال لقياه وحكى ودعك انو سوق قادم هي ناسخة دمبي ناسخة دمبي نسوق أنا وبعيد موسن له إن شئت فضع ركبتيك يديك على ركبتيك وإن شئت فطبق وحكم قتل وضع حكم بين أقيا لكن عليه مك مدعي كرتو حد عي كرته إنه أقا النبي وإنه مضى فري تطبيق إن السميات وأجد من هو أركان النبي جو جلبها قبصنايا حقا نسوق قال نهي أمرك صريحة وهذا هو وارد واحتمال مرك فعل النبي هو أركي إنه يهاي ويا لبيان الجواز تطبيق هو بناي هاي قل جد بين لقسون هو بنان تاعي معناها سوى وارد وفعل النبي هو سنوار إنه ناسخ نقوني قد عكرته على أي حال رأي سيدنا سعد وقاص حديثك سو قوري عمرنا او قوري صحابنا اي قوريين عائشنا اي تري حتى واجد بنينكي تطبيق سمي فعل يهود بوضع هل هل الله دقى لما يجري شيء سبا ودقى يهود هذا صنيع اليهود بيدي جرت توجية ولا دقى لما يجري صحوا ما حروع دارنا ناسخا سو قارين ومعذورين سعد وكمد هاي أردني سواق الدنبوة إسبدلين وواي ويكل إحنا ما كيوش عقاده. حدثني الحكم موسى ابن أبي الزهير البغدادي قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسماعيل بن خالد الأحمس عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن وقاص قال سحابي تابع وحوري صليت الى جنب ابي ابي بن عيسى كنت كذي فلما ركعت مركان ركوعي شبكت اصابعي فرهي من اسدافي اسقليي وجعلتهما وحان دقي بين ركبتي لما تجري برتن قضان دحك ينقلي فضرب يدي قعمه ابي يقول افتواي قراعي فلما صلى مركوت كذي قال وحوري قد كنا نفعل هذا وحن سدا وان يلي جري ثم امرنا وحن الافرواق الذنب أن نرفع إلى الركب أن نرفع إن قعمها أكر قادنو اللي ميل بكو تريني لقى صبحي قد كي لصو صار جلبه طيب إلى أن أكر يال إذا صحابي قمحو كفا همي أمر قولوا يهي أمر وجوب نهي قولوا يهي نهي تحريم أون لو أقلي بكفا همي عمر بانا سيدا كفا همي وأصغونا هوش آديات وقهل لتري إذا ومنسوخ تطبيق سيدا صوابك باب جواز الإقعاء على العقبين هل كحديث أن قد رأي لتاه
وحباب هاي جواز الإقعاء إن عربها الغفر فريسان كرو الإقعاء فريدان يرين بلي جري مددوه على العقيم لبدا عربات إن الغفر فريسان كرو جلوس بين السجدتين فردقا لبدا سجود أرد حيا وحاكوب بنا افتراش إن لقطة بديح ذا إنتاد ساوق قوش أتكفر استوكوب بنا تاي إن فراه في يدو دكو استاكتو ود عربها وكفر استنوكوب بنا تاي يا عبد الله شغال قبص سداس هو إقعاء هذا بنانه لقاه الله جلوس بين السجدتين وفرق أود حياة لبدا السجود إماها كأتحياتك كأتحياتك سدا الله فرس الله ما أقوله سدا أتحيات الله ما فرس ذنكر سدا أتحيات الله ما فرس ذنكر الله ما أقوله لكن وفرق أود حياة لبدا السجود وأبصحنت الشكر يا هذه ضرورتي ما دوم مال الفريستاد ويدو والنقص الوجود شيء مسلمين تمرك عادي من وقت كنستاد كرتا حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر الأزدي حا قال وحدثنا حسن بن علي الخلال حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ وتقارب وإسكود وادي عبد الرزاق إيو محمد بن بكر بأسود وادي في اللفظ حق اللفظ معنى واسكو وافقين تقارب في اللفظ واتفق في المعنى باكجر تميشا قال جميعا سيود أجر وحيودا لبدا إمام أخبرنا ابن جريج عبد الملك أخبرني أبو الزبير محمد أنه سمع طاووس بن كيسان بن مريم يقول أسوالي قلنا لابن عباس سبحانه كوني لي في اللقاء على القدمين قلنا يعني وحانك الله الله وحانك الله ابن عباس في الإقعاء كفريسي على القدمين عربها لقو فريسني أما قمدها لقو فريسني فقال وحوري هي سنة وسنة النبي محمد فقلنا وعله وحان كوني لي إنا لنراه وحان وارقنا فردقا دحي سجود لبدا سجود فردقا دحي إن عربها لقو فريسو سيد هذا عبد الله يقو فريسني الله فريسو جفاء قلف سنان إرمي النمو بالرجل الروح كتالة دان الروح تكني وقابك أقو فريسني سجود فردك أود حي سجود أود حي حوارنا أن ينقلب سن وصلاة أقوى الرمية ودسر علي وحيق سن إن الله نراه جفاء بالرجل بعض نصبه بالرجل قرأي بالرجل صح ماء بالرجل وبالشخص طيب فقام عباس وحوري بل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جفاء بالرجل ما هي وسنة النبي قال عليه الصلاة والسلام أتحيا فرقة الدحى لو سيد أود حيا إن عربها لو فريزته وسنة النبي عليه الصلاة والسلام جفاء بالرجل معها بارك الله بقى إقعاب الجرة مد منها وان لو قالين يمد صناعة سيدنا عفوا إمامنا الشافعي عبد الله المدرسة الشافعي با شرحي جماعة من السلف باكون راعي إقعاب عن لو قالين واكي أنا البريحة لو كدكتو لبدا لو نكرو تابتو كعمان اسواس دكتو سيدا دانيير كو فريستا اما اي كو فريستا عبد الله يكسو دو هوشاد سي جيت سالك سلمو كو فريستا بريا روكا دك ما يا اسي عانتا لغا صوبحي كورو تاك كعمان هوس دك سو دوي لو هادي ساسكو دوي ها هوس نو جيت هوسو علي لو علي استوس مرك هذا حق فيرا هذا نقم مسكد سيده كويس يا سالو سجدي ما ولا كلا فشل معي بس هو فصح انت او صار طالب او قلا يدو تايدو وا حرام اما سيده هذا عربه لو فريستو وا سنه حا كجرى حديد ابن عباس وحورن جري من السنة وبشر حي لفظك عليه من السنة عند عبد الرزاق في مصنفه وابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر في الاستذكار وكذلك الطبراني في المعجم الكبير من السنة أن تمس عقبيك أليتيك من السنة وحكم إذا أن تمس إن تابسيسو عقبيك عربها هذا أليتيك أو بريوت إذا انت هو عضاي أما مدن صار سيد الدانيير كلوفر الزني يأيج أنت سلك سلم لوك بريها لوك اللي يقو
لو يهل السوت تاعه كعمه أنا هلك على دينسي تشينيه أيوه كلام إيش على دينسي مذا أيضا الله ما أقوله وحكوجر حديث كمهم جدا مثال اللي هذا فيه العذر بالجهل في الشرايع العذر بالجهل في الشرايع إذا كوجر لأن ننك الصنع أقي هاي له واجفاء رمي النبوي وكافر بالله العظيم سمو وقتي حديث نبي محمد يصون صوبنه أقي هاي أو يقان ننك قرص لا أما الضراء ما عاد قال يدي ما مسلم بام سماها وصنع والدين وشرع وقي ون قرص داي طيب من كان محكوب بالبالين تابعين تال جهلك آية فيه العذر بالجهل في الشرائع ومسألة إجماع بين السلف والله سبحانه وتعالى أعلم.